اشمعنى صلاح؟ ليه اتحاد جدة مصمم بكل الطرق يتم الصفقة دي؟ ده اللي هنعرفه النهاردة. أنا خالد الكيلاني وده استوديو مستحيل. ايه اللي يخلي اتحاد جدة مصمم ان الصفقة دي تتم بأي طريقة؟ محمد صلاح لعيب ما يختلفش عليه اتنين، 31 سنة وقيمته التسويقية 65 مليون يورو. العرض الأول من اتحاد جدة كان ب 60 مليون لليفربول وليفربول رفض العرض. العرض الثاني كان ب 150 مليون وبرضه اترفض. وللمرة الثالثة اتحاد جدة بيرفع العرض ل 215 مليون. إصرار كبير من اتحاد جدة انهم يخلصوا الصفقة دي قبل ما الميركاتو يقفل في السعودية. رغم الرقم المهول والعرض الخرافي، الصفقة دي صعب تتم لأن ببساطة الميركاتو قفل في أوروبا، يعني ليفربول مش هيقدر يجيب بديل لصلاح، وده بمنتهى البساطة ما يعنيش أي حاجة غير إن الموسم ده انتهى ليفربول تماما في كل البطولات وعلى كل المستويات. الحل الأمثل للطرفين هو إن الصفقة دي تتم كمان 3 شهور في ميركاتو الشتاء اللي جاي، ساعتها يقدر ليفربول يكون حضر البديل المناسب بالفلوس الكتير اللي هياخدوها من صفقة صلاح. بنقول اتحاد جدة هيموت على الصفقة دي، لكن مفيش حد هيموت على الصفقة فعلا قد المقاولين العرب، واللي لو الصفقة تمت هياخد منها 4%، يعني احنا بنتكلم في 335 مليون جنيه مصري، يعني من الاخر كتر خيرك يا دك. السؤال دلوقتي ليه اتحاد جدة يصمم يشتري محمد صلاح بالرقم الكبير ده؟ ده غير كمان راتب محمد صلاح اللي هيوصل لخمس اضعاف راتبه دلوقتي في ليفربول. بالبنود الدعائية والتسويقية محمد صلاح هيكون راتبه اكبر من رونالدو ونيمار، مش بس كده ده هيكون اعلى راتب للعيب كرة في العالم كله. خليني اقولك الاسباب الحقيقية. الاتحاد بيدور على لعيب يكون هوية للنادي زي رونالدو مع النصر ونيمار مع الهلال، لعيب من اللي بيتعمل له اغاني مخصوص. من الاخر كده الاتحاد هيخلي صلاح هو الوجهة الدعائية الاولى للنادي. كده كده بنزيما مش اللعيب صاحب الكاريزما اللي تخليه يكون وجه دعائي للنادي، رغم انه لعيب فعلا من الفئة ايه، لكنه في الاخر مش نيمار ولا رونالدو. القوة التسويقية لمحمد صلاح هتودي الدوري السعودي في حتة تانية خالص. محمد صلاح بيساوي 100 مليون مصري هيتفرجوا على الدوري بتاعك وهيشجعوا ناديك، ده غير كمان عشاقه من ليفربول اللي هيتابعوه حتى وهو في اتحاد جدة. تيشيرت النادي بتاعك هيكون في كل حتة في العالم من لندن لمصر. صلاح مش مجرد لاعب هداف، احنا بنتكلم على لاعب في اسوأ موسم ليه مع ليفربول بيساهم في 46 جول، بيسجل 30 وبيصنع 16، يعني من الاخر كده لاعب مع اي فرقة هيلعب لها هيضيف قوة هجومية جبارة سواء بالصناعة او التسجيل. اخيرا تقارير طلعت بتقول ان محمد صلاح بقى في اتحاد جدة بالفعل وان الصفقة تمت. عموما ساعات قليلة وسوق الانتقالات في السعودية هيقفل وهنعرف قصة صلاح خلصت على ايه. في النهاية هنسأل السؤال البديهي جدا اللي طبيعي لازم نسأله، رأيك ايه؟ محمد صلاح يكمل في ليفربول واوروبا ولا يروح الدوري السعودي؟ نشوفكم مرة تانية.